السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان؟ اليوم مو ميمز التيك توك يا اخوان، اليوم اكسبلور التيك توك. بفتح الاكسبلور عندي ابي اشوف ايش المقاطع تطلع لي، مقاطع ضحك، مقاطع نعلق عليها، المهم فرب التيك توك يا اخوان. اشتركوا اذا مو مشتركين، نبغى نوصل 100,000 يا اخوان باقرب وايد. استمتعوا بالمقطع. سلام عليكم. اول مقطع: Miss Rabbit has fainted. Miss Rabbit has fainted again. يقول ما تاكل خضروات وعندك فقر دم. الحمد لله اخوان، والله الحمد لله العافيه، ما فيني فين العافيه. بس كذا اخوان حقي فقر الدم، نعرف انهم يدخون يبدون الدربوب يطيحون. لا رغد لا رغد ايش شلون يا اخوان؟ لا هذا اسمعوا، انت لا تخلونه في البيت اكثر من اللازم، هذا طشوه، هذا متاكد مو بس ذا. شوف عندي اخوان ذول الاثنين، شوفوهم نايمين على شريري، واحد وين الثاني هذا هو. ان شاء الله يا اخوان بعلمهم يقولون اسمي. هو لا قال اسمي، انا بطيح جنبه، رباط بموت. ناس عندهم اختبارات وناس عندهم دوام، انا الساعه 7 بالمطبخ. اخوان عادي ما في مشكله، انا اخوان نفس ذا، ما عندي دراسه، من السنه الجايه ببدا الدرس. بس صح اخر اختبار لكم صح؟ اتوقع المقطع ذا بينزل باخر اختبار لكم. فشلوا، فشلتوا، نجحتوا، رسبتوا، ولا تخرجتوا، ولا وشو؟ فرحانين لان اشترينا بيت بسعر مغري وراح نستقر، لعبة اخوي الساعة 3 الفجر. يا اخوان انت تخيل ان انت اصلا ما عندك اخو وهذه اللعبة قاعد تمشي بالبيت بدون اي احد. احس ما ابغى اتخيل. عقب ما صرت انظف وراهم كل ثانيه اسوء شيء يا اخوان في تربيه القطط انك تنظف وراهم، والله العظيم يهم اول شيء مزعجين، يوسخون المكان، يدفون، يضربون. تعال ذاك مره وانا نايم ها، واحد طلع فوق ما ادري وش الطاوله ما ادري عندي، طلع ويطرح الشمعه على راسي. يا ابن الكلب حلو بتغتالوني بتذبحوني، ترى ما بيعطيكم اكل بتموتون. تكفى يا السمي معلم ماده بندر، تكفى يا بندر يا بندر. شو كتب؟ متروك صفر. انا احس ما قصر يعني، سؤالين اخر سؤالين صفر، معلي مشي يا بندر. دي خلني اجاوب على السؤال. السؤال السابع: قامت مؤسسه للبحوث العلميه بتحليل ردود افعال مجموعتين من الفئران تجاه السكر، مين العينه السكر، العينه السكر والمجتمع والفئران. وخذني اسلوب جمع المعلومات، العينه التحليل والبحث والتحري. قول مارك مزعك. اوه شفت هذا المقطع. هذا شفته يا اخوان، يعني وانا قاعد افرب التيك توك شفته، قلت ومشيت ضحكت يعني. رحت تويتر، هذا قليل عذاب، المصيبه اذا ابوه اللي صور، اين التربيه؟ لا شو ما توصل ضحك وناسه يعني. حبيبي ذا يوقف على رجلينا، رسمي انا بعلم اللي عندي يقول اسمي وبخليه يوقف على رجلينا. متخيل يا اخوان يمشي على رجلين ما يمشي على اربع؟ اخ العم الضحك. انا صاحب الكتاب. بسم الله طبعا ارجحوا لي. راهب بحيرة الراهب ساكن في حفرة لعن أم الضيق. كتاب لي. بسم الله إبراهيم، ابعد عنه شوي، ابعد عنه أخرج من هنا، ابعد عنه يا إبراهيم. دقيقة أنت سرقت عصا الراهب. ما قالك شيء وليه؟ بعد الراهب يتكلم لغة عربية بس لعن أم الكتمة، والله بيموت بالحفرة. يهي طعزق زحف، هذا زحف. هذا القهر يا اخوان انك تشتري لهم العاب زي كذا وتشتري لهم اشياء، اخر شيء وش العب؟ فك غطا المويه، اشرب، ارمي الغطا، خذني اللعب. انا واحد ذاكرت وعملت اللي علي، نجاح وسودي ما انا بتاع ربنا. انا احب اقول للحاجه في البيت نعم قضاء وقدر واللي يحصل يحصل. هذا انتم شباب لكن جبتوا العيد شباب، عاد اكتبوا لي بشروا ها نجحتوا رسبتوا، انا اتوقع انكم رسبين. اتوقع اخر يوم اختبارات، اتذكر الحركة ذي. هذه الحركة يا اخوان ايام متوسط او الثانوي كنا بنسويها، خلاص اخر اختبار ويا هي بنسوي الحركة ذي، جايبين معنا كتب عند باب الاختبار قبل ما تخش الفصل، في زي العلب زي كذا، يلا حط كتابك هنا. طيب والاحتفالية وارمي ام الكتاب، طبعك ما في ممنوع حط كتاب، مع الاسف يا اخوان خربت الفرح. خفا ولا ضربتها هي قعدها على راسها. يلا معلي عوفي يا اخي الاخلاق. هو ما اشر، لا لف عليك واعطاك بوسه. حبيب عادي موافق اسقط علي. يوم ما عرفت ان السكر يذوب في الماء بطلت اتسبح، تخيلوا بس ان انا اذوب
وتفقدوني. تخيلوا بس خلاص عاد يصيح قلت تخيلوا. القهر مو هنا شباب بالمقطع. القهر انه 272 الف لايك، 42 الف حفظ المقطع، 5000 تعليق، والتعليقات وش تقول؟ اسعد نفسك بنفسك يا اخي، الثقه يا اخي يضحكون كلهم اخوان. هذا لازم تسوي عليه ابلاغ. محتوى صادم وبشع المنظر. نعم انت كذا اخوان تساهم في نجاح التيك توك. جت اخر ورقه توقيع، اخر اختبار، ورن الجرس بعد اطول سنه دراسيه. ياهي والله يا اخواني هذه السنه طولت يا الله يعين يا شيخ. درست عاد؟ لا ما درست. ما عليكم، السنه الجايه انا بشارككم الموضوع، اتبكبك زي ما تبكبكتوا. زحف الوالد معه. اي رسمي ذا بينضرب. اوبا انضرب خلاص. تدرون يا اخوان هذا وشو؟ هذا شوارع الجبيل 100% ابصم بالعشره. هذا شوارعنا يا اخوان. اخ ليه مستانس ما ادري والله. مع افضل مرشد طلابي. خلنا احس الدراسه يا اخوان بعدين بتتغير. ليه؟ لان المدرسين صاروا صغار بالعمر فصاروا يفهمون. بس دي هذا مرشد طلابي. حلو الترند، حلو يا مرشد. روح يمين روح شمال. بس واضح انه ناقد على نفسه المرشد. ليه؟ والله هو ناقد على نفسه مره. اخوي قال بحتفل في تخرجك لما حعطاك وجه. حلو، مضغوط حبه، مضغوط مع شمعه مع 5 ريال مبروك التخرج وورده. ولاحظ حاشي باشا هذه السلطه الحمراء سمطره. ثقه خذ من عندي. فمبروك التخرج عيوي اخوان. والله انتم مضيمين. رن الجرس وانتهت اطول سنه دراسيه مر عليها الشتاء والصيف والربيع والخريف ورمضان والعيد واليوم الوطني ويوم التاسيس واضافوا يومين جديد ويوم العالم ودخلت عين سنتين. الله 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 عسى درجاتكم تبيض الوجه بس بعد كل ذا التعب. حقين المتوسط دخل المستشفى ساعتين وركب مغذي وطلع. الله يشوف يا اخوان تبون الصدق. مو شرط حقين المتوسط، في ناس كبار. شوف الحركه ذي. وعط مغذي ماخذ ابره بالعضله الخلفيه وجاي تبكبك. واحد احترق وهو يحل الكيمياء. الموضوع كان نار. شب بم الكيمياء. اشياء لا ترى الا في جامعة. اسلم اسلم. اخوان اختاروا الدنيا شباب، اختاروا الدنيا. ايش لقاء الاحبه ذا؟ وعادي كذا قدام الناس. تم الاقتران. هذا الترند ما عجبني صراحه، احسه غريب. في ترندات حلوه بس هذا قيمه 2/10. لعن يا ابن الكلب. شوف المباغتة، شوفه جاك يا ابن الكلب. خرجني الحيوان. يقولك جالس بقاعة الاختبار وجايب العيد وشفت وجه خويك وطلع منكوب زيك نيجن. اخوان انت ما تدرون هذه النظرة اللي نطلع ببعض ونسوي كذا. اخوان كان تخفف علي ألم الاختبار. اطلع مبسوط حتى لو اني جايب صفر، اهم شيء في واحد معي. بس ليش القهر اطلع وجايب 99 وانا جايب 60؟ اف اي بلس عم القهر. اوه الموضوع كبير يا ابو. هذا بيروح يتدحمل بالضبط. يقدام الزعب الله يزعب. طالب من وزارة التعليم إضافة مادة الرجولة لأن الأجيال القادمة لا تبشر بخير. حلو حلو حلو. وش هذا مثال ولا دليل؟ بس حلو ما صح صح صح. يعطيك العافية صراحة، معلومة حلوة. إذا شخص قال لك حيوان رد عليه وقل له ما سألتك عن اسمك، تابعني لتعلم مزيد من الردود. أخ أعلى فولو الآن. حسابات غريبة. هذه متى؟ هذه يمكن بالانستغرام قبل أوكي، مو الحين بالتيك توك. ديم ديم ديم. وش ذا المكان يا إخوان يفتح النفس؟ ما أدري هذا صدق ولا تركيب ولا جرين سكرين ولا وشو. شوف البحر، شوف الخضار، ما أنظفة. حصلت أخوي يشحن هذا بدال يد. أحد يقول لي وش ذا؟ هذا معروف، هذا فيب. لا ما أدري الله يهديه. ويشحن هذا هو كيف؟ أبو أسد أسد أسد. أوه طاع. أنا أبلعن الرقص أنا. خش لم عبر الرضاعة. شوف السرعة. لا تعودت الحياة ولا عاد تهمني تزين ولا تشيل. يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي. هذا المقطع خان انتشر مرة. اي خليه يروح. اخ وانت تسوي اي شيء بس عشان ما تذاكر. بس التفاصيل ما كان لها داعي شوي. عارف اشياء مو ملزوم انك تسويها. امي مستغربه انا ليه لما كبرت بقيت مريضه نفسي. امي زمان
عادي الحمد لله الحمد لله عايشين يعني ولا احد مريض نفسي ولا شيء. احا حط القطره كلها. انا صار اشوف زين والقطره كلها صبت بعينه. طيب شوف ولك بالقمر شاف رائد الفضاء وشاف جواله يبيله ذي. هذا خوينا اللي قبل شوي. اذا قال لك شخص عيد كلامك رد عليه وقل له كلام الملوك لا ينعاد. تابعني تعلم مزيد من الردود. احلى فولو لحلى لحلى شباب لحلى ردة فعل يا شيخ. ارسلت لجروب العائله وطردوك واللعب يا مساء الخير. هذا ابراهيم البرايم يا اخوان. ابراهيم القديم الجديد ثقيل دم. هذا مسح حبيبي حبيبي استاذ ابراهيم. هربت من خويك الدب بعد ما المس ديده وصار اسرع من مبابي. مين قال؟ مين قال؟ غير صحيح يا شباب غير صحيح غير صحيح. ما صار ما صار ما حصل ما حصل. اوبا بجزمه واحده. لعيب ماخذ الجزمه الثانيه. صح عليك تفهم تفهم. شوف ماخذ الجزمه وكسر عينك يعني. ايش تبي؟ تبي الجزمه؟ تعقدها يلا. اذا جيت تلبس نعولك بدون ما تحط اصابعك. حصل 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 حبيبي ماني بنازل احط اصابعي. بتخش ولا ما بخش بكيفها؟ تدرون ليش؟ طبعا خوينا صامي الان نزل مقاطع تجيب لي هدايا. ايوه لانه ما في مندوب يوصل للقمر. اوه المشكله يا اخوان اللي يضحكون بالكومنتات وشو اللي ضحكوا عليها زخارف وضحكوا عليها ستيكر لصقه يعني من الدموع. هذا بلاك زاد. هذه التيم ساكتين يسمعون خطوات. انا ماتي عبد الله غانم وايحه. بس دقيقه ليش محجب استاذ عمروك؟ ما ادري بس حصل. هذا حصل يا اخوان. يعطيكم العافيه يا اخوان على المشاهده. هذا اكسبلور يطلع لي دائما بالتيك توك. ففي مقاطع يا اخوان كذا من شرق اسيا تطلع لي فما طلعتها بالمقطع. فاشتركوا انتم مشتركين يا اخوان ولايك سبسكرايب شير. ان شاء الله نشوفكم على خير.